السيسي وماكرون يؤكدان حرص مصر وفرنسا على تعزيز التعاون على مختلف الأصعدة. انطلاق الانتخابات النيابية اللبنانية باقتراع المغتربين في مصر وتسعة دول آسيوية. إجلاء نحو 500 مدني حتى الآن من مدينة ماريوبول الأوكرانية. الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت غرينتش، موعد لنشرة إخبارية جديدة تأتيكم من النيل. أهلا بكم. توافقت مصر وفرنسا على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بينهما على المستويات كافة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هنأه فيه بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة. وأكد الرئيس السيسي أن مصر تولي أهمية خاصة نحو تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجية مع فرنسا على مختلف الأصعدة، فضلا عن تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. من جانبه أكد ماكرون حرصه على تعزيز التواصل البناء والإيجابي مع الرئيس السيسي لاستمرار التشاور والتنسيق المنتظم إزاء مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك. انطلقت صباح اليوم المرحلة الأولى للانتخابات النيابية اللبنانية بفتح مراكز الاقتراع في مصر وتسع دول أسيوية، وذلك لاستقبال 30,929 مغتربا لهم حق التصويت والمشاركة في التصويت. تجرى المرحلة الثانية لانتخابات اللبنانيين في الخارج بعد غد الأحد في 48 دولة بمختلف قارات العالم مع استبعاد أوكرانيا بسبب الحرب الدائرة فيها، بينما تجرى الانتخابات بالداخل يوم 15 من مايو الجاري في مختلف أنحاء لبنان، في حين يقوم المسؤولون عن تنظيم الانتخابات من لهم حق التصويت بالانتخاب يوم 12 من مايو. دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إلى تجنب الوقوع فيما أسماه مطبات الفراغ القاتل على مستوى السلطة التنفيذية، وذلك بعد الانتهاء من الانتخابات النيابية. عبر ميقاتي عن أمله في أن تترجم الانتخابات النيابية إرادة الناس، وأكد ميقاتي أن يوم 16 من مايو الجاري، وهو اليوم التالي للانتخابات النيابية، سيكون يوما جديدا لمرحلة مليئة بالأمل في الخير للبنان واللبنانيين. المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية اللبنانية تنطلق اليوم باقتراع المغتربين في عدد من الدول العربية إضافة إلى إيران، في حين يجرى الاقتراع في باقي الدول الأحد. ويبلغ عدد الناخبين اللبنانيين المغتربين المسجلين في الخارج أكثر من 225 ألف ناخب، وهو أعلى من الرقم المسجل في انتخابات 2018، وهو بنحو 92 ألف ناخب. وينتشر هؤلاء الناخبون في 58 دولة بالقارات الست، لكنهم يشكلون نسبة 25% من إجمالي اللبنانيين المقيمين في الخارج الذين يحق لهم الاقتراع، وتقدر أعدادهم بنحو 970 ألفا. وأدرجت قوى سياسية لبنانية موضوع تقديم طعن في انتخابات المغتربين ضمن خياراتها لمواجهة تغيير مراكز اقتراع المغتربين في حال ثبت أي تلاعب أو عرقلة لوصول المقترعين. ويترقب اللبنانيون في 15 من مايو المقبل إجراء الانتخابات النيابية داخل البلاد لاختيار برلمان جديد ستكون أمامه مهمة صعبة لإنقاذ البلد الغارق في أزمات مركبة. ويتنافس في الانتخابات التي تجرى بنظام القائمة النسبية فقط حوالي 718 مرشحا ضمن 103 قوائم انتخابية في 15 دائرة كبرى على مستوى لبنان،
على 128 مقعدا مناصفة بين المسلمين والمسيحيين بمختلف طوائفهم. وفي محاولة لمنع وجود أي تلاعب، أكدت الداخلية اللبنانية أنها ستنقل وقائع انتخابات المغتربين مباشرة من 58 دولة حول العالم، فيما أصدرت الجداول الخاصة بتحديد مراكز الاقتراع والتواريخ والأوقات التي سينتخب وفقها المغتربون. وقبل الانتخابات بيوم، دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقات المغتربين المسجلين للانتخابات النيابية لعدم التقاعس والتوجه إلى مراكز الاقتراع للتصويت والتعبير عن آرائهم بكل نزاهة وحرية وضمير لإحداث التغيير. تشن الشرطة الإسرائيلية منذ فجر اليوم عملية بحث تشارك بها قوات خاصة إسرائيلية ومروحية في ملاحقة منفذي هجوم العاد شرق تل أبيب، الذي أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 4 آخرين. الحصيلة الأولية تؤكد مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين طعنا في هجوم بمدينة إلعاد بوسط إسرائيل. منظمة الإسعاف الطبي في إسرائيل قالت إن 2 من الجرحى حالتهما حرجة، أما 2 الباقيان فجروحهما متوسطة الخطورة. وتشتبه الشرطة الإسرائيلية بوجود منفذين 2، أحدهما يحمل سلاحا ناريا والآخر فأسا، ولم تتضح على الفور بعد خلفية الطعن. وفور وقوع الهجوم طلبت بلدية إلعاد من سكانها الالتزام بالبقاء في منازلهم وعدم مغادرتها. ونشرت الشرطة الإسرائيلية حواجز في إلعاد والمناطق المحاذية لها بحثا عن سيارة ذكر شهود عيان أنها غادرت المنطقة. وأجرى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي آفيف كوفاخي مشاورات أمنية. الهجوم تزامن مع احتفالات إسرائيل بالذكرى 74 لقيامها، وبعد تجدد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك يوم الخميس الماضي. ومنذ 22 من مارس شهدت مدن إسرائيلية مختلفة سلسلة هجمات أسفرت عن سقوط 15 قتيلا بينهم شرطي من عرب إسرائيل وأوكرانيان، ولا تشمل هذه الحصيلة ضحايا هجوم الخميس. وخلال الفترة نفسها قتل ما مجموعه 27 فلسطينيا وثلاثة من عرب إسرائيل، من بينهم منفذ هجمات وآخرون قتلوا بأيدي القوات الإسرائيلية خلال تنفيذها عمليات في الضفة الغربية. أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور نايف الحجرف بأشد العبارات سماح سلطة الاحتلال الإسرائيلي للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال، مما يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف في هذا الشأن. مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى وتجدد المصادمات في باحات الحرم الشريف واعتداءات بالجملة على المصلين، عناوين كلها صادمة إن لم تكن مفزعة، نتيجتها الطبيعية تحول الحرم القدسي إلى ثكنة عسكرية. هي سياسة راسخة في عقلية وفكر المحتل الذي يزعم أنه يريد السلام والهدوء، يضع الأقصى نصب عينيه ويشعل فتيل التوترات فيه، وما أسهل ذلك عليه. فالأمر لا يحتاج أكثر من تحرك استفزازي مثل الذي لجأ إليه يوم الخميس. 9 مجموعات من المستوطنين دخلوا المسجد من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، ورفعوا علم الاحتلال عند باب القطانين تحت حماية العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي، إحياء لذكرى احتلال فلسطين بحسب التقويم العبري. المرابطون والمرابطات واجهوا الاقتحامات بالتكبيرات، في حين حاولت قوات الاحتلال منعهم من التواجد في باحات المسجد، واعتدت عليهم وحاصرتهم في المصلى القبلي بقنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطي. ما يؤكد أن التحرك ليس عشوائيا أو عفويا هو تلك التعليمات التي أصدرها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت الأربعاء بالسماح للمستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى احتفالا بإعلان دولة الاحتلال.
رغم تحذيرات مسؤولين فلسطينيين من تداعيات ذلك وجهود إقليمية غير عادية لمنع خروج الأمور عن السيطرة ورد فصائل المقاومة من قطاع غزة. وزير شؤون القدس فادي الحدمي شدد على أن تحويل شرطة الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى إلى ثكنة عسكرية والاعتداء على المصلين هو نسف للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد. ووسط هذا التصعيد من جانب إسرائيل، دعت قوى القدس أهل فلسطين إلى شد الرحال إلى الأقصى والمرابطة فيه لحمايته من التدنيس والاعتداءات. من جهتها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بإعادة تكرار جريمة اقتحام الأقصى، واعتبرته بمثابة إعلان رسمي لحرب دينية ستشعل المنطقة برمتها. كما أدانت وزارة الخارجية الأردنية السماح للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وطالبت إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى واحترام حرمته ووقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس. أعلن التحالف العربي مغادرة أول طائرة لنقل الأسرى الحوثيين إلى اليمن ضمن مبادرة المملكة العربية السعودية الإنسانية. وأشار التحالف اليوم في بيان إلى أن هناك ثلاثة مراحل لنقل الأسرى جوا إلى صنعاء وعدن ستكتمل اليوم. كما أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي في وقت سابق إنه سيتم إطلاق سراح 163 أسيرا من الحوثيين الذين شاركوا بالعمليات القتالية ضد الأراضي السعودية بمبادرة إنسانية من المملكة. شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على أن الحرائق التي اندلعت في البلاد خلال الفترة الأخيرة ليست من قبيل الصدفة. من ناحية أخرى، ثمن الرئيس التونسي الدور الذي يقوم به الجيش في حماية الوطن والحفاظ على الدولة التونسية. رسالة جديدة من الرئيس التونسي قيس سعيد تؤكد عزمه المضي قدما في طريق إصلاحات مؤسسات الدولة والتصدي لأي محاولات للتخريب. هذه المرة تحذير شديد اللهجة من مقر وزارة الداخلية لمن يتبنون سياسة الأرض المحروقة، حيث أوضح على أن الحرائق التي اندلعت في تونس في الآونة الأخيرة ليست من قبيل الصدفة. للأسف ما يحصل اليوم وهذه الأيام الأخيرة هو محاولة يائسة، محاولة ستفشل بالتأكيد لحرق البلاد، الأرض المحروقة. وهذه الحرائق التي جدت اليوم وجدت يوم العيد ليست من قبيل الصدفة. يأتي تحذير سعيد بعد أيام قليلة من إعلانه تشكيل لجنة وطنية لصياغة دستور لجمهورية جديدة في تونس، تبني حوار وطني بشأن الإصلاحات، لكنه أكد أنه لن يدعو إلى الحوار كل من ساهم في تقويض الديمقراطية في تونس. ولم يفت الرئيس التونسي تحديد أطراف الحوار، حيث أوضح أنه سيشمل أربع منظمات رئيسية في تونس، هي الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. بدأت أولى خطوات الإصلاح التي أقرها الرئيس التونسي قبل أشهر بحل البرلمان التونسي الذي تهيمن عليه حركة النهضة المحسوبة على جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك بعد أن قفزت إلى البرلمان مشاهد المشاحنات والتلاسن بين الأعضاء والتي تسببت في عدم قيام المجلس بواجباته التشريعية. وواجهت حركة النهضة اتهامات من أحزاب سياسية بالإقصاء ومحاولة الهيمنة، بينما لا تزال تلاحقها اتهامات بمحاولة التأجيج وتأليب الشارع التونسي من أجل العودة لصدارة المشهد السياسي.
أعلن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه تم إجلاء نحو 500 شخص من مجمع أزوفستال ومدينة ماريوبول الأوكرانية والمناطق المحيطة. وقال غوتيريش أنه خلال عملية مشتركة بين الأمم المتحدة ولجنة دولية للصليب الأحمر قامت قافلتان للعبور الآمن بإجلاء ما يقرب من 500 شخص بنجاح من مصنع أزوفستال وماريوبول والمناطق المحيطة، معربا عن أمله في أن يسفر التنسيق المتواصل مع موسكو وكييف إلى المزيد من وقف الأعمال القتالية لأغراض إنسانية للسماح للمدنيين بالعبور الآمن. ما زال عشرات المدنيين الأوكرانيين بينهم نساء وأطفال محاصرين في مخابئ محصنة تحت الأرض بمصنع أزوفستال الصلب في مدينة ماريوبول المدمرة رغم عمليات الإجلاء التي تمت منذ أيام، لكن المعارك المتقطعة تبطئ من عمليات الإجلاء. وساعدت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر حتى الآن في إجلاء نحو 500 مدني من المنطقة في عمليتين خلال الأسبوع الماضي، إلا أنها توقفت بعد ذلك بسبب انتهاكات لوقف إطلاق النار. ورغم التصريحات المتضاربة بشأن عمليات إجلاء هؤلاء المدنيين المحاصرين، إلا أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لأوكرانيا مارتن جرافيث أكد أن قافلة إجلاء جديدة تتجه إلى مصنع أزوفستال بهدف إجلاء المدنيين المحاصرين فيه خلال ساعات، والذين بقوا في ذلك الجحيم الكئيب على حد وصفه لأسابيع وأشهر عديدة. روسيا من جانبها وعلى لسان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن موسكو على استعداد للسماح للمحاصرين في ماريوبول بالمغادرة بأمان. وأبلغ بوتين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في اتصال هاتفي أن روسيا لا تزال مستعدة لتوفير ممر آمن للمدنيين، وأن على كييف أن تأمر المقاتلين الأوكرانيين الذين يدافعون عنه بإلقاء أسلحتهم. وبدا أن الصور التي نشرها مقاتلون مدعومون من روسيا تظهر دخانا وألسنة لهب تلف جميع أزوفستال الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية. ويعتقد مسؤولون أوكرانيون أن نحو 200 مدني ما زالوا محاصرين إلى جانب المقاتلين في شبكة مترامية الأطراف من المخابئ تحت الأرض. لفت وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون تقديم معلومات استخبارية عن مواقع قادة روس في ميدان القتال لتتمكن القوات الأوكرانية من استهدافهم، وردا على معلومات نشرتها صحيفة نيويورك تايمز حول الدعم الأمريكي للجيش الأوكراني. قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن الولايات المتحدة تزود فعلا قوات كييف بمعلومات استخبارية عسكرية لمساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن بلادهم، لكنها لا تقدم معلومات استخباراتية بشأن مواقع كبار القادة العسكريين الروس في ساحة المعركة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إن صواريخها دمرت مخزنا كبيرا للذخيرة في مدينة كارماتورسك بشرق أوكرانيا، وأضافت أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرتين حربيتين أوكرانيتين، وواحدة من طراز سو 25 والأخرى من طراز ميج 29 في منطقة لوجانسك الشرقية. اتهم الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي القوات الروسية بأنها تواصل اقتحام وقصف مصنع أزوفستال في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة. بالتأكيد هي ليست مجرد معارك منفصلة متفرقة، بل هي حرب شاملة تدور رحاها في كل بقاع أوكرانيا، وتطور الأحداث يشير إلى أنها لن تشهد هدوءا في أي وقت قريب رغم حديث ووعود التفاوض والهدنة. أوكرانيا وروسيا أعلنتا أن القتال اندلع في أنحاء الجنوب والشرق، وتحدثت السلطات الأوكرانية عن قصف بلدات قرب خط المواجهة الذي يفصل الأراضي التي تسيطر عليها في منطقتي دونياسك ولوغانسك عن الأراضي الخاضعة لسيطرة الانفصاليين المدعومين من روسيا. الجيش الروسي أعلن تدمير 45 منشأة عسكرية أوكرانية في أحدث موجة غارات جوية، وقال إن القوات الجوية الروسية ضربت مراكز تعبئة جنود ومستودعات ذخيرة في منطقة لوغانسك شرقية أوكرانيا،
الوحدات الصاروخية الروسية استهدفت بطاريات مدفعية أوكرانية وبطارية صواريخ متعددة من طراز أورجان قرب ميكولاييف وأربعة مواقع أخرى لتعبئة الجنود والمعدات. وفي المقابل أعلن سلاح الجو الأوكراني أنه أسقط ثلاثة صواريخ كروز روسية وأربع طائرات بينها مقاتلتان من طراز سوخوي. هيئة الأركان الأوكرانية قالت إن قواتها صدت 11 هجوما في منطقتي دونياسك ولوغانسك في الوقت الذي استمر فيه القتال حول مصنع أزوفستال في ماريوبول. وطأة القتال تؤثر سلبا دون شك على أوضاع المدنيين المحاصرين، إذ ما زال عشرات المدنيين الأوكرانيين بينهم نساء وأطفال محاصرين في مخابئ محصنة تحت الأرض بمصنع أزوفستال للصلب في ماريوبول المدمرة، رغم إعلان الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا مستعدة للسماح لهم بالمغادرة بأمان. لكن مقاتلا أوكرانيا قال إنه مختبئ في المجمع الضخم الذي لا يزال في أيدي الأوكرانيين من المدينة الساحلية، واتهم القوات الروسية بخرق دفاعات المصنع لليوم الثالث في انتهاك لتعهد سابق من موسكو بوقف أنشطة الجيش للسماح بإجلاء المدنيين. وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن الروس فقدوا السيطرة على عدة مناطق على حدود منطقتي ميكولايف وخيرسون، وأن الجيش الأوكراني تمكن من التصدي لهجمات روسية متعددة على شرقي البلاد. وتؤكد المقاومة الأوكرانية في المصنع إخفاق روسيا في السيطرة على المدن الكبرى في الحرب المستعرة منذ 10 أسابيع، ووحدت القوى الغربية في تسليح كييف ومعاقبة موسكو بفرض عقوبات عليها. قال مصدر مطلع في الاتحاد الأوروبي اليوم إن المفوضية الأوروبية اقترحت تغييرات على خطتها لحظر النفط الروسي في محاولة لكسب تأييد الدول المعارضة. من المقرر أن يشمل الاقتراح المعدل الذي سيناقشه مبعوث الاتحاد الأوروبي في اجتماع اليوم فترة انتقالية مدتها 3 أشهر قبل فرض حظر على خدمات الشحن لنقل النفط الروسي، وذلك بدلا من شهر واحد في بادئ الأمر. كما سيكرس الاقتراح المعدل مساعدة في الاستثمارات لتحديث البنية التحتية النفطية والتخفيف من تأثير العقوبات. أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوريان أن بلاده لا يمكنها دعم حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على روسيا في شكلها الحالي، بما في ذلك حظر واردات النفط الروسية. واعتبر أوريان أن اقتراح المفوضية الأوروبية بحظر واردات النفط الروسية بمثابة قنبلة ذرية على الاقتصاد المجري، مؤكدا استعداد بلاده للتفاوض في حال التوصل إلى اقتراح جديد يتناسب مع مصالحها. كانت المفوضية الأوروبية اقترحت الأربعاء حزمة العقوبات الأشد صرامة حتى الآن ضد موسكو بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وسط مخاوف من أن يمثل تأثير قطع واردات النفط الروسية عائقا في طريق الاتفاق. أبرمت اليابان والمملكة المتحدة اتفاقا دفاعيا يسمح لقوات البلدين بأن تعمل وتتدرب وتتحرك معا لتكون المملكة المتحدة أول دولة أوروبية تبرم مثل هذا الاتفاق مع اليابان. اتفاق دفاعي في العاصمة البريطانية لندن أبرمه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الياباني فوميو كيشيدا، تشديدا على ضرورة أن تقف الديمقراطيات متحدة ضد الأنظمة الاستبدادية. وفي خضم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتوتر العلاقات مع الصين، وقع الزعيمان الاتفاق الدفاعي الذي يغطي منطقة المحيطين الهندي والهادي ويسمح لجيشي البلدين بالعمل والتدريب معا. الحرب الروسية على أوكرانيا ليست مشكلة أوروبية بحتة، إنها مشكلة تشمل النظام العالمي أجمع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. لا نستطيع تحمل أي محاولات لتغيير الوضع الراهن بالقوة الجبرية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وإظهارا لدفء العلاقة، حضر الزعيمان معا تحليقا لثلاث طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي، واستعراضا لحرس الشرف قرب داونينج ستريت مقر الحكومة البريطانية. وبحسب متحدث باسم داونينج ستريت، تطرق المسؤولان أثناء لقائهما إلى التداعيات الكبرى على الاستقرار الدولي
جراء الحرب في أوكرانيا التي يرى محللون أنها تدشن لنهاية فترة ما بعد الحرب الباردة. الزعيمان أكدا أيضا خلال اللقاء أن الأمن في المنطقتين الأورو أطلسية والمحيطين الهندي والهادي غير قابل للتجزئة، مضيفين أن الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم يجب أن تقف متحدة ضد الأنظمة الاستبدادية. وإلى جانب 14 دولة أخرى ستقوم اليابان والمملكة المتحدة بإرسال قوات في أغسطس القادم للانضمام إلى التدريبات العسكرية السنوية بين الجيشان الإندونيسي والأمريكي في أرخبيل سومطرة وجزيرة بورنيو وسط تصاعد التوترات مع بكين في بحر الصين الجنوبي الاستراتيجي الذي تطالب الصين بمعظمه. أظهرت نتائج أولية للانتخابات المحلية الإنجليزية تكبد حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون خسائر في الاقتراع الذي أجري على خلفية أزمة غلاء المعيشة والغرامات المفروضة على رئيس الوزراء لخرق قواعد الإغلاق التي فرضت لمكافحة فيروس كورونا. ووفقا للنتائج الأولية فقط حزب المحافظين 53 مقعدا في المجالس المحلية، وكسب حزب العمال المعارض الرئيسي مقعدا واحدا، وحزب الليبراليين الديمقراطيين 27 مقعدا. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جان ساكي إن الرئيس جو بايدن سيبحث البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية مع زعيمي كوريا الجنوبية واليابان أثناء زيارة للبلدين في وقت لاحق من الشهر الحالي. وأضافت ساكي أن بايدن سيبحث أيضا سبل فرض عقوبات جديدة على روسيا، وذلك خلال الزيارة التي ستشمل أيضا إجراء محادثات في طوكيو مع زعماء مجموعة الرباعية ضم 4 دول هي الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والهند. ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى أكثر من 516 مليون إصابة بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية. وأفادت الجامعة بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى نحو 6,250,000. وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 81.5 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة، لتحتل المرتبة الثانية تليها البرازيل بأكثر من 30 مليون. مع تسجيل الصين عشرات حالات الإصابة يوميا بفيروس كورونا، فرضت السلطات إجراءات وقائية مشددة ألغت معها أكثر من 160 رحلة للنقل العام و60 محطة لمترو الأنفاق في محاولة للوصول إلى الهدف الأساسي صفر كوفيد. بعد أن كادت سياسة صفر كوفيد أن تحقق نجاحا ساحقا في الصين، تلقت هذه السياسة ضربة شديدة أطاحت بما حققته من مكاسب سابقة، خاصة مع تسجيل البلاد عشرات الإصابات الجديدة بالفيروس يوميا منذ ما يقرب من أسبوعين متواصلين في أعلى حصيلة منذ فترة طويلة. لليوم الثالث على التوالي أصبحت شوارع العاصمة بكين خالية مع إلغاء ما يقرب من 160 رحلة نقل عام واستمرار إغلاق أكثر من 60 محطة مترو أنفاق. وتسابق الأجهزة الصحية في الصين الزمن لإتمام واحدة من أكبر حملات الفحص الطبي السريع للسكان. وفي زمن أصبحت فيه سياسة الإغلاق العام لاحتواء كورونا شيئا من الماضي، كان للصين وضع آخر، حيث فرضت السلطات في شنغهاي المركز التجاري والمالي في البلاد فرضت إغلاقا شبه كامل لأكثر من شهر. تسببت سياسات احتواء فيروس كورونا في بعض الصدمات، فنحن نواجه بالفعل صدمات في العمل، لكن ما زالت لسياسات التعامل مع كورونا نتائج جيدة، فالجائحة بلغت وضعا خطيرا الآن، لذا فهذه السياسات جيدة لكل فرد.
لكن الضغوط الاقتصادية التي يتكبدها سكان بكين من سياسة الإغلاق شبه العام بدت ماثلة في ردود الفعل لدى أغلب سكان عاصمة البلاد التي تعد ثاني أكبر قوة اقتصادية على مستوى العالم. مقابل يرفض الحزب الشيوعي الحاكم في الصين الانتقادات، مؤكدا أن أولوية الحكومة هي الحفاظ على أرواح الناس، وأنه على الرغم من زيادة الضغط الاقتصادي يمكن للبلاد التغلب على الصعوبات. مشاهدينا الكرام، نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل. الصين تعلن انتهاء عمليات الإنقاذ المتعلقة بالمبنى السكني المنهار، وحصيلة الضحايا ترتفع إلى 53 شخصا. نتحول الآن للأخبار الاقتصادية ودينا قنديل، تفضلي دينا. أشكرك شروات. إلى أخبار المال والأعمال، وفيها وزير المالية يؤكد أن الاقتصاد المصري أكثر تماسكا في مواجهة التحديات، ويتوقع بتحقيق فائض أولي 91 مليار جنيه. أهلا بكم. أكد وزير المالية محمد معيط أن الاقتصاد المصري بات أكثر تماسكا في مواجهة التحديات العالمية، وأنه يمتلك القدرة على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية. وقال الوزير إن الموازنة العامة أكثر مرونة من المتوقع، ومن المتوقع أن تحقق فائض أولي ب 91 مليار جنيه، وخفض العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي إلى 6.2%، ومعدل دين أجهزة الموازنة إلى 85% بنهاية العام المالي الحالي في يونيو المقبل. أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي نجاح الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في رصد عدد كبير من حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف استغلالا لإجازة العيد. وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة استمرار الجهود لمواجهة ظاهرة البناء العشوائي والمخالف على الأراضي الزراعية والتعدي على أملاك الدولة وأراضي الدولة بالبناء، والتعامل بحزم مع أي تعديات في المهد. تعمل الحكومة على استقرار منظومة توريد القمح من المزارعين من خلال أكثر من 450 موقعا لاستلام القمح وصرف المستحقات فورا للمزارعين. أكد وزير الزراعة السيد القصير أن محصود القمح مبشر هذا العام، حيث بلغت مساحة الأرض المزروعة بالقمح 3,650,000 فدان، مؤكدا أن الوزارة تستهدف شراء 5.5 مليون طن من المزارعين. متابع. انطلاقا من تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وباعتبار محصول القمح أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أن مساحة القمح هذا العام تصل إلى 3.65 مليون فدان. الحمد لله الدولة المصرية نتيجة الخطوات الاستباقية اللي خدتها، سواء في مشروع الصوامع، سواء في زيادة مساحات القمح من خلال مشروعات التوسع الأفقي، سواء أيضا وأنا بشكر زملائي في مراكز البحوث الزراعية من استنباط أصناف جيدة، ويمكن الأصناف اللي موجودة السنة دي معدل إنتاجية بزيد، احنا يمكن محتلين رقم عالمي في متوسط إنتاجية الفدان، يعني مش عايز أقول إن احنا نعتبر من أوائل الدول، من أعظم الدول في متوسط إنتاجية الفدان بمحصول قمح نتيجة جهودهم في استنباط أصناف جيدة وعالية الإنتاجية. فأعتقد إن شاء الله إن الموسم السنة دي مبشر، موسم بخير. كما أكد القصير أن وزارة الزراعة تعمل على قدم وساق لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية. حقيقي في محافظات سجلت صفر تعديات في الأيام اللي فاتت، لكن هناك بعض المحافظات يعني فيها بعض حالات فردية من التعديات. دعوة من خلالكم إن الناس تتوقف، المسؤولية مسؤولية مجتمعية، مسؤوليتنا ومسؤولياتكم ومسؤولية الإعلام ومسؤولية المجتمع المدني ومسؤولية الشعب، لأن يجب أن نحافظ على ما تبقى من الأرض الزراعية حتى نحافظ على قدرتنا على
تحقيق الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم، ده مسؤولية قومية. جاء ذلك خلال جولة وزير الزراعة السيد القصير لعدد من الأجهزة التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتي تعمل خلال أيام عيد الفطر المبارك، كان من بينها المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية. جهود حثيثة تقوم بها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بكافة قطاعاتها وعلى مدار الساعة، بدءا من حماية الأراضي الزراعية وتوفير الخدمات اللازمة للمزارعين، وصولا إلى توفير احتياجات الشعب المصري من المحاصيل الزراعية المتنوعة بما يحقق الأمن الغذائي المصري. أمل صبري، النيل. أظهرت بيانات رسمية تراجع الناتج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في مارس، إذ أدت القيود المفروضة لمكافحة جائحة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا إلى تعطيل سلاسل التوريد، مما جعل من الصعب تلبية الطلبيات. وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الناتج الصناعي انخفض 3.9% على أساس شهري. تواصل البنوك المركزية حول العالم اتخاذ إجراءات من شأنها مواجهة الموجة التضخمية التي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت على أسعار المواد الخام وأضعفت من خطوط الإمدادات. جاء قرار الفيدرالي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية لأعلى مستوى منذ 22 عاماً كشرارة البداية لنظرائه في دول العالم لقرارات مماثلة. بنك إنجلترا المركزي قرر رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 1% في أعلى مستوى لها منذ 13 عاما، وهي الزيادة الرابعة على التوالي مع استمراره في التحرك لمواجهة ارتفاع التضخم. يأتي هذا بعد أن بلغ التضخم في المملكة المتحدة 7% في مارس الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 1992 وأكثر من 3 أضعاف الهدف الرسمي للبنك. كما قررت المصارف المركزية في السعودية والبحرين والإمارات وقطر رفع الفائدة 50 نقطة أساس، كما قرر البنك المركزي في الكويت رفع الفائدة ب 25 نقطة أساس. بدوره قرر البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس تماشيا مع خطوة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على أن تدخل تلك الخطة حيز التنفيذ بداية من الأحد المقبل. وتشهد دول العالم موجة متسارعة من معدلات التضخم بسبب صعود تكاليف البنزين والمواد الغذائية والإسكان مع استعداد التضخم للارتفاع. ويتوقع المستثمرون إمكانية إقرار أكثر من 7 زيادات للفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي في عام 2022 في ظل انتشار ضغوط التضخم بشكل أكبر بعد العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا. افتتحت بولندا ودول البلطيق خطا جديدا لأنابيب الغاز يربط شمال شرق الاتحاد الأوروبي ببقية دول التكتل في خطوة شديدة الأهمية لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي. سيمكن خط الأنابيب البالغ طوله 508 كيلومترات والذي يربط شبكات الغاز في بولندا وليتوانيا سيمكنها من نقل حوالي 2 ملياري متر مكعب من الغاز سنويا في أي من الاتجاهين. كانت المفاوضات الأوروبية قد كشفت عن خطط لفرض حظر تدريجي على واردات النفط الروسي في إطار حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو على خلفية عملياتها العسكرية في أوكرانيا. ختام أخبارنا الاقتصادية، ومن جديد عودة إلى مزيد من الأخبار السياسية مع شروت حمدي. تفضلي شروت. شكرا دينا. أعلنت السلطات الصينية انتهاء عمليات الإنقاذ المتعلقة بالمبنى السكني المنهار بوسط البلاد، مشيرة إلى أن حصيلة القتلى بلغت 53 شخصا. استمرت عمليات الإنقاذ والبحث أكثر من 6 أيام لانتشال الناجين من بين أكوام الركام والحديد. أرجعت السلطات انهيار المبنى المؤلف من 8 طوابق إلى عمليات بناء غير قانونية، واعتقلت 11 شخصا بمن فيهم صاحب المبنى وفريق من مفتشي السلامة في إطار حادثة انهيار المبنى، إضافة إلى شخصين يشتبه في قيامهم بعمليات تعديل غير قانونية على المبنى. بانوراما النيل ما زالت مستمرة، ونتابع بعض الفاصل.
طفلة سورية تعشق أغاني الراب وكرة القدم وتحلم بالثراء. تعشق الطفلة ريام رازي التي تعيش في محافظة حماة بغرب سوريا أغاني الراب وكرة القدم وتحلم بالثراء. ريام برازي طفلة سورية تتغنى في مسقط رأسها بمقاطع راب وتستعرض مهاراتها في لعبة كرة القدم وتقضي النهار مع أصدقائها تراودها أحلام اليقظة. إنها صورة لطفلة تحاكي نجمة هيب هوب طموحة في أحد أحياء لوس أنجلوس أو بروكلين. كلماتها تعبر عما بداخلها، فكل أغنية هي قصيدة لوطنها سوريا الذي دمرته الحرب. حب اني اكتب هيك اغاني على سوريا لانه هي بلدنا، وانا بحب اني اسا نعمل مقاطع اكثر عن سوريا وشو نعمل اسا بحياتنا، ولانه سوريا بلدنا ونحن بنحب نضل عايشين بسوريا. تعيش ريام برازي مع والديها واخوتها الصغار في مدينة السلمية بمحافظة حماة بغرب سوريا، قاضية وقتها في المدرسة، وتساعد والديها في رعاية أشقائها الصغار أو في لعب كرة القدم أو تعلم القرع على الطبول، الأمر الذي قد لا يروق لبعض جيرانها. هلا في جيراننا هون، في جارتنا شفتها امبارح، إنه هي بتضل تدري يعني أنت مثل الصبي، مثل لعب الطابة، بتضل تلعب بالطابة مثل الصبيان وصبي، وهيك بضل يحكوني لا في عالم إنه معلش ريان تابعي هيك، لأنه إذا أنت ما عملتي هيك بحياتك إنه ما بتصيري، وبالعكس خليها تضل تعمل هيك بحياتها تصير إسا أقوى وأقوى. هلا هن بيحكوا هيك علي لأني أنا بدافع عن حالي، بدافع عن شخصيتي قوي. تستمع برازي إلى موسيقى الهيب هوب العربية منذ أن كان عمرها 3 سنوات، وتحفظ الأغاني من خلال تشغيلها على موقع يوتيوب مرارا وتكرارا، وفي بعض الأحيان تستبدل الكلمات بأخرى من تأليفها. وكأي فتاة في عمرها تحلم برازي بامتلاك سيارة والذهاب إلى الشاطئ مع الأصدقاء في العطلات، لكن كلماتها تعكس حبا عميقا لوطنها وكذلك الألم الذي أحدثه عنف الصراع السوري المستمر منذ فترة طويلة. وختاما هذا تذكير بأهم العناوين. السيسي وماكرون يؤكدان حرص مصر وفرنسا على تعزيز التعاون على مختلف الأصعدة. انطلاق الانتخابات النيابية اللبنانية باقتراع المغتربين في مصر و9 دول آسيوية. إجلاء نحو 500 مدني حتى الآن من مدينة ماريوبول الأوكرانية. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية نشرتنا، للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت nile.eg. إلى اللقاء.